اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ يا كابتن اسلام منور، انت منور الدنيا كلها. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. وانا كمان ربنا يخليك يا كابتن. كابتن خليني ابدا مع حضرتك قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي ومباراته النهارده والمباريات في الدوري المصري الممتاز. رايك في كاس العالم بشكل عام؟ طبعا كلنا متفقين على ان التنظيم بتاع كاس العالم حاجه هايله جدا يعني. نعم. الاجواء اللي حصل فيها كاس العالم بالنسبه لنا كعرب اجواء مثاليه جدا، ما كناش نحلم بيها الحقيقه. يعني انت شايف قطر بتلعب، فجميع الجاليات اللي موجوده بتشجع قطر. بتشجع قطر، صح. السعوديه بتكسب وبتلعب، جميع الجاليات بتجري ورا السعوديه وتتارك، وكلنا بنعدد وكلنا بنعذر المكاسب وبنكبر من مكاسبنا. نعم. ففي النهايه ان البطوله دي عن طريق المغرب كمان اللي هو وصل خلاها انجاز عربي غير عادي غير مظبوط. صحيح. وهيدينا فرص كبيره جدا وامال كبيره جدا في النسخ اللي جايه ان يكون لينا حضور اكتر من كده. اعتقد ده الوعد اللي موجود من الفيفا، ان افريقيا هتبقى اعتقد 9، اسيا هتزيد عن كده. فعربيا وافريقيا خدمتنا نسخه قطر 22 حقيقي. بجانب ما فيش حد يقدر يقول كلمه واحده عن اي حاجه، ان كان في التحكيم او في التنظيم او في الملاعب كلها كامله. احنا ياما شفنا ماتشات كاس العالم في نسخ قبل كده ما كانتش الملاعب بتبقى كلها كامله. لا مظبوط، ده الملاعب كامله بشكل جميل جدا. صحيح. يجوز في فرق كبيره كنا احنا بنتمناها تكون في الشكل والتصفيات انا واحد مثلا كنت بتمنى لانجلترا مثلا ان هي تكمل انها بلسكو فرنسا. لا يعني فرنسا اوكي، يعني دول ستيدي يعني دول موجودين، بس انا انجلترا بحلم لهم ببطوله. واعتقد ان هم من الناس اللي اسسوا برضو اللعبه، يعني مش بعاد عنها، وعندهم سكواد جامد المره دي. فالحظ هنا برضو بيتدخل، بيبقى له كلمة طبعا. يعني مع قوة البرازيل الحظ بره، انجلترا نفس الشكل مع فرنسا هم الأحسن وفرنسا هي اللي تكسب. البرتغال مع المغرب، البرتغال مع المغرب مش مسألة مين الأحسن، مسألة إن المباراة اللي لعبتها البرتغال قبلها كانت أفضل، تقول هتعدي على المغرب إيزي يعني 3-1 حاجة زي كده يعني. إنما الروح وانك تثق في نفسك وتثق في شخصيتك عن طريق المغرب، صح، ده حاجه يا ريت تكمل باذن الله. وبنتمنى بصراحه بيني وبينك يعني كلنا هنيجي نقول لك ايه، لا فرنسا والارجنتين في الفاينل، ها، انما احنا بنتمنى نمسك في الحلبة بقى. ما دام وصلنا للمرحله دي ليه لا؟ وليه لا؟ وليه ما يكونش اللعيبه المغاربه الثقه هي هتطلع لهم اللي احنا ما شفناهوش لسه. ما بيني وبينك هو انت لما تيجي تبص لمثل هذه المباريات، خلاص يا كابتن انا يعني وصلت للدور قبل النهائي، لم يكن احد يتوقع ان يصل المغرب للدور النهائي، وبالتالي الكل ينتظر. انا كلاعب لو حضرتك يعني حضرتك كنت نجم كبير في منتخب مصر والنادي الاهلي، لما بتوصل لمرحله انت ما كنتش مش مصدق ان انت وصلت لها، بتطلع بقى كل اللي عندك خلاص، حتى لو اتغلبت اصل هنا بقى فيش ضغوط عليهم نفسيه خالص. بالظبط. يمكن الضغط ان هو احلموا معانا ووصلونا صحيح. واحنا نتمنى لكم كل خير. المره دي مفيش ضغوط نفسيه بقى، المره دي في حلم. الحلم العربي بقى هو ده الحلم العربي الاساسي، ان احنا نوصل فاينل. وجود المغرب في الفاينل دي حاجه هتعدل حاجات كتير قوي، وهتغير الشكل بقى شكل سياسي مش شكل رياضي بس. ويمكن دي مميزات كاس العالم انها جمعت العرب كلهم يا اسلام في البطولة دي. حسيت ان العرب كلهم اتجمعوا. صحيح. في اي فرقة كانت بتلعب. نسيت ان مصر مش موجودة. والله حسيت ان مصر كانت موجودة. وقبل كده قعدت معاك قلت لك كان نفسي صلاح يبقى موجود مع اي فرقة من اللي بتلعب، تونس، اي حد مشاركة حتى. فبطولة بالنسبة لنا احنا كعرب جميلة جدا من جميع الوجوه، وتمنياتنا الطيبه كلنا للمغرب الحقيقه بالتكمله وبالشكل. هل من الممكن ان تتكرر مثل هذه الظروف مره اخرى، بمعنى ان احنا ممكن نشوف تنظيم لكاس العالم بعد كده في بطوله في دوله عربيه او في عده دول عربيه؟ في وعود، اعتقد ان في وعود في السعوديه، وهيجي بجنبها مصر
واعتقد يمكن يكون بلد افريقيه كمان تانيه معاهم ثلاثه. بس هو الكلام اللي بيتقال ما بين مصر والسعوديه بقرب المسافات اللي هي اسيا افريقيا اوروبا، عشان هم احنا الثلاثه جنب بعض. يعني وفي تركيا خد بالك كمان، تركيا دي بتجمع اسيا وبتجمع اوروبا وبتجمع، يعني في ساعتين طيران الاريا تقدر توفر لك كل حاجه. انت في روسيا كنت بتسافر كتير جدا، يعني انت في روسيا ما بين محافظه والتانيه كنت بتسافر وقت طويل جدا. وبعدين هو البلد يعني احنا عندنا امكانيات كبيره جدا وبنيه تحتيه هنا في مصر، اوتيلات وطرق وفاسيلتيز وكل حاجه وجماهير طبعا تضمن 100 و130 مليون هيملوا لك الحياه كلها والاستادات وحاجات هتضمن الحكايه دي. وانت شفت في 2019 لما عملنا البطوله الافريقيه كانت حاجه جميله جدا. طبعا كانت مشرفه جدا الحقيقه. كنت بتقارب بينها بين الدوريات الاوروبيه وبين البطولات العالميه اللي بتتلعب. فاحنا الناس شافونا والناس عرفونا والناس جولنا والناس شافوا امكانياتنا شكلها ايه. كذلك في السعوديه طبعا، كذلك في الامارات. يا سلام لو الامارات والسعوديه ومصر بينظموا نسخه من نسخ كاس العالم هتبقى حاجه مبهره جدا. وعشان كده احنا بنتمنى ان المغرب تطلع تاخد الكاس باذن الله ان شاء الله. يعني احنا كلنا نتمنى، مش عشان كده بس، ولكن لان المغرب يستحق الحقيقه بالمستوى الفني اللي بيؤدوا بيه الروح والروح. المدرب اللي عرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه ورجع لعيبه ما كانتش موجوده، يمكن وحيد خليلويتش مدرب كويس كل حاجه بس هو عصبي كتير. في مدربين ما بيحبوش لعيب معين، مثلا لعيب معين ده بيبقى محتاج فلسفه او محتاج اسلوب انك انت تتعامل معاه. هو مش متمرد يعني، هو بيبقى متعود على انه اللعيب الفافوري بتاع الفرقه دايما بيبقى له حته، دايما بيبقى له احترامه، دايما بيبقى له خصوصياته. فيمكن هو ما عرفش يتعامل مع كريم زياش، او كان في لعيب كمان تاني قدر هو يستقطبهم ويجيبهم ويتكلم معاهم. والحكايه هو كمان الراجل ده يعني جابوه من الوداد على ما اعتقد، يعني اخر حاجه نسخه ليه كانت الوداد. صحيح. هما زي ما اتفقت انا وانت قبل كده في الكونفدراليه، السوبر، الكاس الافريقي، فنادي شغاله عندهم تنظيم وتخطيط لمثل هذه الامور اكيد. يعني ما فيش حاجه وصلت لكده. عندهم ايمان كمان روحاني كده، يعني عندهم سياحه بيسمح سياحه اعمال يعني تخليك تروح هناك تقول لك ايه المستقبل اللي جاي. اوكي. عندهم ناس تقعد تتكلم معاهم كده بيخططوا حتى المستقبل المغرب في جميع في شتى الاشياء مش الرياضه بس. صحيح. ف كل التمنيات طيبه، كل الشكر ليهم كمان، وكل الشكر لجميع المنتخبات العربيه بما فيهم قطر. اللي حصل ده كله اتمتعنا وشفنا وتعلمنا وخدنا دروس كتيره جدا، ان انت لازم تثق في نفسك وتثق في شخصيتك. اديك كسبت بلجيكا قبل كاس العالم. لا ناس كتير قوي كسبت بلجيكا كمان معاك. مغرب كسبت بلجيكا. يعني انت بتقدر لعيبتك اللي هي بتعرف تتعامل بشكل احترافي مع كل الفرق دلوقتي. فدي التمنيات ودي الحاجات المكاسب الكبيره قوي اللي خلتنا احنا كمان عايشين في وسط كاس العالم كعرب. صحيح. بقالنا يد، بقالنا بيسموها ايه سفير دلوقتي بالنسبه لي في دور الفاينل والسيمي فاينل. هشوفه مرتين. عشان كده دايما اللي بيوصل مربع الذهبي ده بيبقى خلاص. ومن الناحيه الاقتصاديه المغرب ضمن على الاقل، يعني ده لو اتغلب الماتشين، لو اتغلب، لو لا قدر الله اتغلب بكره ولا بعده واتغلب في الثالث والرابع هياخد 25 مليون دولار. ده لو طلع الرابع. لو طلع الثالث اعتقد 30 لو او 27، وبعدين لو طلع الثاني 35، لو طلع الثالث الاول هياخد 40 ولا 45 حاجه كده. حاجه فمن كل النواحي حاجه حلوه. ده بقى لو طلع الاول 42، لو طلع الاول العرب كلهم هيروحوا يحتفلوا. انا بتكلم طبعا طبعا الاحتفال يعني والفني وكل حاجه كماديا لكن كمان سياحيا وكحاجه تانية هتبقى الدنيا جميله قوي. تانية. الدنيا كلنا احنا عايزين نروح. مظبوط بجد. مزبوط. يعني الواحد بيبقى بيقول لك انا نفسي اروح اعمل عمره. كويس. ده شك وبدل هتخش كمان جنبها كده يقول لك انا نفسي اروح ابارك للمغرب واعيش الاجواء والافراح اللي هي موجوده هناك دي. حاجه جميله جدا. العرب بيتجمعوا بقى كتير قوي. العرب بيتجمعوا فجاه
عن طريق رياضة. الكرة دائما تجمع ولا تفرق، سياسيا أو رياضة. ما سياسيا كمان تلاشت أي حواجز بين أي حد، يعني بقينا مش حاسين بأي مشاكل الحقيقة. إذا كنا العرب إمتى يتجمعوا العرب، لا لا الكلام ده ما بقاش حاسينه في الفترة اللي كان فيها مرور كأس العالم دي. يعني حتى الكابتن امبارح، كابتن محمود الخطيب امبارح في كلمته في المؤتمر بتاع تقديم راعي للنادي الأهلي في مؤتمر امبارح، اتكلم وقال ان احنا عندنا لازم ننظر للمغرب وكيفيه الاداره وكيفيه التخطيط وازاي وصلت لكده. شيء واضح جدا. نعم. الناس كلها اثنت على الاتحاد المغربي بكل البطولات اللي خدها الفتره اللي فاتت. صحيح. والنجاحات. فده زي ما احنا كنا دايما عندنا مقوله يقول لك ليه النادي الاهلي بياخد البطولات الكتير دي وليه النادي الاهلي ماشي. فكنا دايما عندنا مقوله انا وانت نقول لك ايه؟ اللي عايز يعرف يبتدي من وقت ينتهي الاهلي، يعني شوف الاهلي بينتهي فين وحضرتك تبتدي، حضرتك تشوف الناس دي بتشتغل على 3 ورقات دستور صغير جدا لعدم الخروج عن النص في اي شيء. صحيح. انك انت تركز بس في اللي قدامك وتركز في نفسك وفي شخصيتك وفي جماهيرك وفي حاجتك. فاعتقد المغرب بنسميه سايلنت موفينج، يعني بيتحركوا ببطء سريع، يعني ساكن اللي هو بيتحركوا جنب الحيط. يعني ما حدش داري، ما حدش داري بيه. ما فيش ماتش بيلعبوه هنقول المغرب هيكسب بكره الا الماتش اللي جاي ده والا الفتره اللي جايه دي بقى. طيب بما اننا بنتكلم عن المباراه فنيا بقى، فنيا المغرب وفرنسا، مش بتشوف المباراه سهله صعبه قويه؟ مش فوارق بعيده جدا. نعم. الفوارق امكانيات والفرديات كبيره جدا. ولكن الراجل الركراكي بيعمل حاجه غريبه جدا في الكوره. بيوقف لعيبته ناهينا عن هيلعبوا مين، ناهينا عن امكانيات الفرقه اللي قدامها دي مين. اوكي. وعنده الراجل باك رايت بتاعه متمرس مع جميع فروده العالم، ومنهم واحد بيلعب جنبه اللي هيلعبه كيليان امبابي، عارفه وعارف طريقته. لو هيلعب عليه وهيلعب عليه. واكتر يعني عندما سئل امبابي من اكتر واحد صديقك قال له اشرف حكيم. يعني هنا في متعه كمان هتبقى من اداء متميز بين الاثنين. عنده تو جوبز، عنده ازاي الراجل ده يتمسك وما يعملوش، ازاي يروح هو وهو إيه؟ الامداد بتاع فرقته. صحيح. وعلاقته بكريم زياش. ف هتبقى مباراه ممتعه. تسالني انا اقول لك اكيد فوارق الفرنسيين تكسب، ولكن بهذا الشكل وبهذه الروح وبهذا الروح المغرب عنده تشانس. عنده تشانس وتوفيق. لو التوفيق اتوجد هو سكور وفرنسا ميسنج زي ما حصل في الماتش بتاع البرتغال، ولكن البرتغال لم تكن بالشراسه اللي احنا شفناها بالمباراه اللي قبلها. صحيح. انما اتمنى ان فرنسا تبقى زيهم كده، لم تكن بالشراسه اللي احنا بنتفرج عليها والدنيا تقف شويه. يعني على اساس ان المغرب يبقى له سبق تهديف، يبقى له وجود، يبقى له درون يروح لضربات جزاء يتوافق فيها. فهي ده الحلم العربي اللي احنا بنتمناه. المباراة الأخرى الأرجنتين وكرواتيا كابتن، برضو مباراة يعني لما جيت اتفرجت على الأرجنتين في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الهولندي، أهم ما كان يميز هذه المباراة الناحية التكتيكية جوه الملعب. كانت مباراة مقفولة جدا وفيها نواحي تكتيكية قوية جدا، ولكن في نفس الوقت كانت فيها خناقات كثيرة جدا. بص هقول لك على حاجة، شيل ميسي من فرقة الأرجنتين بقدر الله، يعني هل هتديك إحساس إن هي تقدر تكسب ايزي عادي؟ ده هي حتى معاها ميسي احنا بنقول يعني ان هي وصلت مفاجاه 50-50. فهمتني؟ لانها بتفاجئني دايما باشياء. هم عندهم الباورفول جامد او عندهم البدني حلو قوي، انما اعتقد انهم مطعمين بلعيبه جديده. يعني من غلطات المدرب البرتغالي انه ما اعتمدش على كريستيانو. من غلطاته. انا شايف ان هو كان لازم كريستيانو وضح له في ماتش قبليه ان هو وجوده فقط في الملعب موقف اتنين، بيوقف اتنين وبيجيب ضربة جزاء وبيعمل كل حاجة وبيقدر يجي فيه فاول هو يقدر يعمله بطريقة الضربات الثابتة. فانا لازم استغل الامكانيات الكبيرة اللي معايا، انما انا لسه هحلم بضبط نص ملعب وحالة فنية وتغاضى عن الحالة اللي هي فيها تقدر تخليني انا متميز عن الاخرين. فهنا واحد زي دي ماريا ده لازم يبقى موجود يا اسلام.
صحيح. لعيب كوره لعيب كوره بيودي فرقته في اي ثانيه. صحيح. ويقدر يجيب جول ويخترق، وجاب لهم بطوله امريكا قبل كده، باع البرازيل، يعني راجل ليه هيستوري كبير جدا وليه كل العلامات اللي هي تقدر تخليه يبقى من اللاعبين المتميزين، لان ميسي محتاج لعيب زي ده. ميسي محتاج اتنين زي مارتينيز اللي بيلعب جنبه ده، والسرعه محتاج واحد زي ده هو يسقط له كوره يوديه، محتاج التحركات دي. انما في نفس الوقت مش هو الفريق كامل اللي انا بشوفه من اول البطوله لاخر البطوله، غير كابا كوسان او ادنى، يعني يا يخشوا يا يتعادلوا يا ضربات جزاء يا يا لا. هولندا مثلا رجعت عليهم وتعادلت معاهم 2-2، واثناء المباراه هولندا فرقه جامده جدا. هم بضرب الجزاء استطاعوا ان يعملوا الفرق ده، لكن لما كانش في ضربة الجزاء وهولندا تعادلت، اعتقد هولندا كان عندها شانس كبير جدا انها توصل تكسر. زي انجلترا مع فرنسا كده. فالتوفيق وعدم التوفيق، ولكن انا كل انيابي وكل الادوات اللي عندي اللي تخليني اقدر اطمن جماهيري اللي موجوده بتوع الارجنتين الموجودين، الارجنتين بتحلم لميسي انه يحمل الكاس. طبعا طبعا. وناس كتير بتحب ميسي، كلنا كلنا بنحبه، كلنا نتمنى له النهايه السعيده دي، ولكن مش على حساب المغرب. يعني خلاص بقى وصلنا ان احنا بندور على، حتى لو وصلت يا ميسي والمغرب وصلت، انما انت لو وصلت قدام فرنسا انا بتمنى لك انك انت تاخدها. هيبقى في مجهود كبير قوي ومتطلبات كتيره جدا من الاربع فرق عشان يبقوا في النهائي. وهو ما فيش امل للمنتخب الكرواتي يا كابتن ان هو يكسب؟ فيه ايه ده، عندهم ثعلب في وسط الملعب، ده بيلعب كوره يعني زمان لما خد احسن لاعب في العالم، انا ما تبقى مرت ايه يعني. انا لعيب كويس، بس في ناس كتير قوي احسن، في ناس كتير قوي لوكا مودريتش على الكلام، في ناس كتير نتائجها اقوى منه، في ناس كتير قوي سكورر، في ناس كتير قوي اثرت في فرق. انما هو لما تيجي تاخده بقى على التصنيف كده وتشوف الدنيا بيلعب فرق قد ايه، ما اعرفش، تحسه مش بيلعبه لوحده، مش بيلعب لوحده، لا ده ضابط ايقاع في الملعب. صحيح. بيتحكم في اداره الوقت والزمن والفرص بالنسبه لفريقه. وقد ايه بيلعب كمان تعطيل للفرق اللي قدامه القويه جدا، فتحس انه لعيب امان جامد جدا. عندهم راجل الناحيه الشمال ده مش مستحضر اسمه انا، حاجه ليفت وين كده بيخش بيقطع، يمكن الاعداد يقول لنا عليه، حاجه كمان خطر جدا في اي وقت تك جول يعني. فعندهم لما لعبوا البرازيل يمكن اول شوط عملوا عرضيتين، البرازيل ان بالانس فيهم كانوا ممكن يخش يسكور. وهي كره ايه؟ كره هدف، الكره فرصه. صح. لو دخل الجول خلاص. احنا بنيجي نتكلم على الاهلي يقول لك الاهلي لو استغل الفرص اللي بتجيله هيبقى هيفي سكور وهيخلص الحكايه من بدري. الفرق الكبيره كده كلها. طيب توقعاتك مين اللي يكون في المباراه النهائيه؟ تمني المغرب طبعا. لا توقعاتي حاجه وتمنياتي حاجه. انا بقول انا بتمنى المغرب و والارجنتين. المغرب والارجنتين. لا كرواتيا لا، عايزين بقى ميسي بقى نتفرج، عايزين نتفرج على حاجه. ده كمان ما تمنعش نفسك انت كمان من حكايه جوه الحكايه يعني. صحيح. صحيح. هنشوف ميسي بقى هيعمل ايه مع ده. تمنياتك توقعاتك بقى؟ توقعاتي زيك زي كل الناس. فرق الامكانيات هتبقى فرنسا والارجنتين؟ عشان خاطر ميسي هقول الارجنتين، واعتقد ان فرنسا فريق سكواده جامد جدا ولعبته فريق قوي جدا وقد تكون لحد لو قلت غير كده ابقى انا راجل. لا كلنا نتمنى المنتخب المغربي طبعا يعني. كلنا نتمنى المنتخب المغربي ونتمنى هنسعد ونكلم بعض. صحيح. ونضحك وننبسط. صحيح. وهننزل هنا برضو نطوف. صحيح. لو نسلت المغرب يعني. هيحصل، ربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي والمباريات المحليه. النهارده كان في ثلاث مباريات محليه، امبارح كان في ثلاث مباريات محليه، ايضا نتكلم عن مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني بقى نتكلم عن المباريات المحليه. النهارده كان في ثلاث مباريات محليه، بدات المباريات النهارده يا كابتن بمباراه حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، وفاز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
اتفرجت على المباراه شفتها ازاي؟ اتفرجت عليها في الراديو يعني سمعتها كده وانا ماشي في الراديو. هو تفوق لسيراميكا احراز هدفين في اول شوط و كوشري لعب بطريقه 4 4 2 بالنسبه لفرقته. احمد سامي كوشري الامبي احمد سامي لعب 4 4 2 وحاول دايما يبقى له وجود في وجات له فرص كتير جدا الحقيقه لكن بسام كان واقف شال حاجات كتير والحظ الوحيد في اخر كوره في الدقيقه سامع سيراميكا صح خلي بالك برضو شال كتير قوي حقيقة. وقع من الحرس راح كذا مره وجابوا جول واتلغى صحيح طلع في الاخر اوف سايد من ناحيه واول جول اعتقد الحرس يجيبه على ما اعتقد الجول ده اول جول يجيبه في في السيزون يعني وعنده تعادلين قبل كده يعني صحيح ف يعني محتاج في الميركاتو الشتوي برضه يشد شويه يعني يشد الفرقه شويه كابتن احمد ايوب فرقتك دي فرقه من الفرق اللي لعبت فيها الحقيقه بحبهم جدا كلنا بنحبهم جدا انا خدت معاهم ثلاث بطولات ما مشيت من النادي الاهلي رحت كده بقول لك دي فرقه كان الكابتن طارق العشري المدير الفني وكان مجموعه رائعه من اللاعبين يعني فرقه ليها وجود وباع جامد بالظبط يعني الثلاث سنين اللي انا خدتهم كل سنه كنت باخد بطوله معاهم الحمد لله فنتمنى لها يعني انها تبقى في حته احسن يعني وده مكسب برضو انقذ سيراميكا من المركز ال 15 نزل للمركز الثامن يعني عندهم فريق كويس الحقيقه المدير الفني كابتن احمد سامي واحد من المدير الفنيين الجيدين جدا يا كابتن شريف. على الجانب الاخر النهارده فيوتشر والاسماعيلي يعني الاسماعيلي احرز هدفين واتلغوا وانتهت المباراه بالتعادل السلبي ما بين الفريقين وللاسف الشديد الاسماعيلي على الرغم من ان انا شايف ان هو الحقيقه عمل مباراه جيده وجهه نظري معرفش مع تغيير الاداره وتغيير جريده وايمن ما اعتقد ايمن الجمل هو اللي مسك ايمن مدرب كويس وكان لعيب كويس والله انا رايي يدي لايمن الجمل فرصه لانه ليه لا ايمن الحقيقه من الناس الاسماعيلاويه الجامدين جدا وعنده فكر اديله فرصه وشخصيه وهو كل الحكايه ازاي بيتعامل مع اللعيبه بتاعته ازاي اللعيبه بتاعته بتحبه وبتصدقه وهو يبقى عنده رؤيه للملعب ازاي انا اوقف لعيبتي بامكانياتي الموجوده اللي هي بتوفر لي كاسم للاسماعيلي ان انا اكسب اول ثلاث نقاط هتبقى الحكايه زي السنه اللي فاتت بدل ما هي بعيده قوي تبقى بدري يعني صحيح في النهايه هي مباراه انتهت بالتعادل السلبي وخسر الاسماعيلي الحقيقه نقطتين وعلى ملعبه يعني خد بالك ده على حظ على ملعبه ده بقاله سنه قليل قوي انه يكسب على ملعبه يعني صحيح الاسماعيلي عنده حكايه في ملعبه دي يعني انا مش عارف بقى دي بقت حكايه نفسيه ولا ايه ولا حظه غير موفق تماما على ملعبه لان اللي كان يلعب الاسماعيلي هناك ده يعني كانت بتبقى مباراه اللي يرجع بنقطه من هناك يبقى كويس يعني صحيح طيب اخر مباراه الاهلي والاتحاد الاهلي فاز 3-0 ولكن مارسيل كولر قال ادينا اداء سيء للغايه و راح مننا التركيز قل التركيز كبيره جدا وعندنا اخطاء هنحاول نصلحها الفتره اللي جايه لكن البدايه كانت بدايه قويه جدا ولعيبه فتحت لنفسها بالتحركات والتركيز اللي هو والرغبه في التهديف اول 20 دقيقه تحس ان مش ده الاتحاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي كان ماشي بطريقه بشكل جيد جدا ولكن شفنا الاتحاد بصراحه تحركات بقى وامكانيات الاتحاد واللعيبه بانت كلها فعدم تركيز النادي الاهلي عدم تركيز النادي الاهلي فخلاص ادام مش هتركز انت هيبقى الاتحاد ما بيلعبش الاهلي هيبقى الاتحاد بيلعب فرقه عاديه بيجيله فرص فرقه بتخطا معاه ياسر ابراهيم بيرجع كرة بتيجي بينالتي انت بيحصل عليك ضرب الجزاء بتتصد من الشناوي ضربه الجزاء الثانيه غير موفقين فيها الاتحاد ولكن يا اسلام لو الحكايه بقى تعالى نتكلم مش الطبيعيه ايوه كان هتبقى مباراة مثيرة جدا هتبقى 4-2 بقى 3-2 2-2 يعني انت فهمت ازاي كانت هتبقى حاجة من العلامات اللي هي في الكورة احنا ما بنحبهاش يعني ما بنحبش ندفع الضريبة دي يعني بس ده بقى التوفيق كله في الكورة دي الكورة دي تبان لك عنوان المباراة خلاص ان الكورة دي بتعمل رياكشن 3-4 مرات كده ف
الراجل ده كمان جات له كوره جاله شد فيها لعلمك كان هو الجون، لازم يحطها من بدري، ما تروحش في عمق حارس المرمى وتبتدي تفكر هتتعامل ايه، ما ترقصه، عايز ترقصه رقصه من بدري، عايز تلعبها بليسنج على طول ببطن رجلك في اي حته من بدري. صحيح. هنشوفها يعني لو كانت عندك. احمد عبد القادر مازال عنده لمحات، ولمحات بتفوقه عن، اما نيجي نقول اشمعنى احمد عبد القادر بيحطه، هو عنده حاجات بتديله الامتيازات، ان هو المدير، اي مدير فني الحقيقه بيضطر ياخد منه الماكسيموم في الوقت اللي بيلعبه يعني. صحيح. واعتقد انه عنده كتير ويقدر يقدر يعمل لنفسه مكانه ادام طاهر، محمد طاهر مش موجود كمان في اصابات، فالمكسب عندنا كتير قوي ان احنا بيرستاو ده ابتدينا نشوف واحد بيتحرك في المنطقه دي يا اسلام، بيجيب يعني يعني صح، واحد عنده تحرك يمين وشمال وفي العمق وبيهدد، اهو بص كره زي دي وبيجري على طول، موجود في المنطقه على طول، عامل حاله للنادي الاهلي تديك باحساس ان انت في اي وقت ممكن تجيب جول. كريم فؤاد النهارده انا عجبني كمان، احمد توفيق، اكرم توفيق سوري، اكرم النهارده ابتدى يقف على كورته وابتدى يلعب كوره عاديه تغذي امكانياته، ما بقاش الاول انا كنت بخاف عليه بانه بيبقى اوفر اكت في الملعب، يبقى بيلعب بزياده ممكن يجي له اصابه ثانيه. النهارده عنده تيمبو يعني، عنده ايقاع، ان شاء الله برضو الفتره الجايه هيكون احسن. بالنسبه لسافيو، سافيو هل دي امكانياتك يا سافيو؟ هل انت هتلعب برضو بشوكه وسكينه كده معانا على طول؟ هل هتبتدي انت بقى لعيب جامد قوي وشادو سترايكر، احنا هتفاجئنا كل مره بحاجه يعني، هو ده اللي احنا في المباريات اللي جايه زي ما الراجل بيتعرف يا اسلام على اللعيبه كلها، احنا كمان بنتعرف على اللعيبه اللي لسه جايه، على اللعيبه اللي بتلعب وبنتفرج عليها وبنشوف صحيح الامكانيات بتاعتها ايه، ولكن مش هنقدر نقيم او ندي تقييم بين مثلا سافيو وقفشه او غير لما نشوف الكاملين بقى، غير لما الحكايه دي تبين ان احنا هنلعب ماتشات كتير جدا فبقى محتاجينهم كلهم. صحيح. ده يلعب الاول، ده يلعب الثاني، ده يلعب الماتش ده. قال كده النهارده التدوير. قال انا محتاج الناس كلها ويعني هستنى لغايه لما اشوف الناس كلها. واعتقد ان الناس كلها طول ما هو دول موجودين بنتمنى بس محمد شريف يكمل الصوره بقى. ويدينا كارت نحتاجه فيه في اي وقت. يمكن حسام حسن يمكن في شكل هيكون معانا او مش معانا ما اعرفش، او هو الراجل النهارده الحقيقه برضو اكد على هذا الكلام، كويس ان حضرتك قلت هذا الكلام لانه الراجل نفسه اكد على هذا الكلام، قال له من يملك ان يمشي حد او ما يمشيش حد هو انا، وانا حتى هذه اللحظه لم اقرر ان انا امشي حد او اقعد حد، وبالتالي او اللعيب او اي لعيب يعني او انا لو همشي حد هتكلم معاه الاول قبل ما اتكلم في الاعلام. او انك تجيب حد، او ما هو قال كده كابتن امام عليك، هو قال كل ده يعني احنا نطمع ان يكون عندي اربع فراوده جامدين زي النار، نعم، واثنين ورا بيتنافسوا مع بعض، ولكن عندنا حاله هدوء في الشكل الدفاعي دلوقتي كبيره جدا. حاله رسو كده من محمد عبد المنعم عامله لك طمانينه برضو. اوكي، وات ايفر مين هيلعب جنبه بتبقى الحكايه فيها تناغم، فيها تعارف من اول ربيعه لياسر ابراهيم متولي الناس كلها بقت عارفه امكانيات بعض شكلها ايه، وبنتعامل على هذا الاساس. صحيح. كلكم طبعا، والشناوي عنده ريفنج كده من الماتش اللي فات فالنهارده مش مركز، بس كان واخد مسؤوليه الحكايه كلها وربنا وفقهم. ربنا وفقه وعمل مباراه رائعه، هو نجم، خد رجل المباراه، خلي بال حضرتك. يستاهل طبعا يعني. ضربه جزاء بتصد رايح مع الكره الثانيه، كره في خط السته بيطلعها بشكل احترافي كبير جدا. نعم. الحقيقه المباراه نفسها يعني حتى بقول لحضرتك الراجل هو بيتكلم عن ان هذه المباراه يعني عندنا احسن من كده بكتير، خلال المباريات القادمه يجب ان يتم
اللعيبه اللعيبه طمعته يا اسلام. طمعته في اداء جيد جدا. لدرجه ان انا اول مره لو تلاحظ انا وانت بنتفرج علينا اول مره يتكلم. صحيح. وقال لهم باس 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 امسكوا الكوره بقى، انا مش فاهم انتوا يعني استفزوه من على الخط. صحيح. انتوا ليه ليه الكوره الثانيه كانت بتاعتنا على طول؟ ليه الكوره الثانيه بقت احنا اللي بنديها لهم؟ ف هو طول ما الدنيا ماشيه كويسه هيبص كوره زي دي مثلا. ياسر ابراهيم اوفر كونفيدنس، يعني ثقه زايده عن اللزوم ان هو هيباصي الكوره. الحاجات دي بتحصل وربنا بينجينا منها. بينجينا منها. انا مش شايف الكره دي، يعني ما اعرفش هل الشناوي لبسه يعني ولا لا، ما عنديش فكره. اي لمسه في الحته دي قانونا، اي لمسه في الحته دي بتبقى في صالح المهاجم يعني. انت فاكر انا زمان انا وانت كان ازارو، فاكر ازارو؟ بس انت ما كنتش هنا، كنت في برنامج تاني وقعدت انا وانت. أيوه. على بينالتي زي ده وبرده كان في، فرجعنا للقانون قال لك اي لمسه في منطقه الجزاء هنا كان في لمسه. بس عشان على الجنب يمكن. فواحد اتحطت بره برده. لا احنا مع نفسنا متصالحين يعني، ما بيبقى في اي حاجه بنقولها ما بنقولش لا دي لا او لا دي لا خالص خالص. احنا متصالحين مع نفسنا يعني. انا بقول لك انا كنت شايفها، لكن دلوقتي لما شفتها من الكاميرا العكسيه لا فيها لمسه، وحضرتك بتقول لي في لمسه يبقى خلاص ضربه جزاء. وفي حاجه تانية مع استمراريه المباراه تحس ان النادي الاهلي بقى فريق يقدر يجيب جول في اي وقت. لان الحاله البدنيه بتاعت لعيبته وسهوله الاداء اللي بيعمله النادي الاهلي بيوصلوا للجول بسرعه قوي. صحيح. واتضح ده في الجول اللي كان هيجيبه بيرشتاو ووقع على الارض بيه، والكوره اللي جابها قفشه واداها لاكرم توفيق جابها جول الهدف الثالث. دي نوعيات لعب جوه المباراه اللي هي بتديك لما انت بتبقى ليك سبقه تهديف والفرقه الثانيه بتفتح لك خطوطها، بتبقى عندك انت الفرصه انك انت تكسب واحد واثنين وثلاثه واكتر من كده. فدايما وابدا النادي الاهلي بشخصيته يكون ليه سبق الدخول في المباراه، مش زي الماتش اللي احنا اتغلبنا فيه 1-0 ورجعنا تاني 1-1 وبعدين رجعنا 2-2، معاناه وضغوط نفسيه بتخرج منها. مش زي مباراه زي بتاعت النهارده. صحيح. هتخرج منها قال لك احنا هفرجهم بكره. هيفرجهم بكره على 3-4 لعبات ما كانش لازم ده يكون، ما كانش لازم ده يحصل. طيب اخيرا يا كابتن، قبل ما انهي مع حضرتك، هل شفت طبعا قرعه افريقيا، قرعه دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وصن داونز كالعاده، ومعانا كوتون القطن الكاميروني والهلال السوداني. مجموعه قويه طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه انا قريت بعض التقارير اللي صادره من الكاميرون، قال لك الحظ السيء ان احنا بنقع مع النادي الاهلي، ويعني الناس شايفه ان طبعا الحظ السيء ان هو بيقعوا مع الافضل في افريقيا والاحسن في افريقيا. على الجانب الاخر احنا برضو شايفين ان هي مباراه صعبه او مباريات صعبه. احنا البدايات هي اللي بتفرق معانا. ان شاء الله لو ماتش الهلال السوداني هنا اول ماتش هي دي اللي هتفرق معاك. انت تكسب مباراه الهلال السوداني، هتلعب سان داونز هناك، اذا كنت تعادل او ترجع تكسب بقى المباراه اللي بعدها هنا القطن الكاميروني، خلاص معاك 6-7 نقاط يا اسلام. هو ده الشكل اللي انت بترسمه. والثانيه دي هم اللي بيبقوا هو ده الشكل اللي انت بترسم فيه، بره وتاخد نقاط جوه ارضك كلها. خلاص تاخد نقاطك بره وتلعب لعبك العادي. طول ما انت بتكسب 3 نقاط في 3 نقاط خلاص انت صحيح انت الاول. انت عندك 3 ماتشات على الارض كانت 9 نقط والاقل يعني على الاقل تاخد 3 اللي هم تعادل بره، ما تتغلبش ولا ماتش. انت عندك نسختين بنطلع الثاني. صحيح. وبناخد البطوله او بنوصل الفاينل. واتمنى بقى السنه دي يكون لينا حجز في الفاينل عندنا يعني. نعمل بقى جواباتنا. لا 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 جواباتنا ما تعملش. نعمل جواباتنا ونعمل حاجاتنا من بدري. من بدري مش هو النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هو اللي كان بيعمل الجوابات السنه اللي فاتت، الجوابات هي اللي كانت بتيجي من الاتحاد الافريقي على الاتحاد المصري. خلينا نتعلم احنا نشوف حالنا. النادي الاهلي لا يملك ان هو يعمل جواب. مش قصدي مش يعمل جواب، نبحث بنفسنا. الناس دي بعتت عملت سالنا. على فكره اصل انا سالت في الكلام الاهلي. صح كلامك مظبوط. لازم نبقى سالنا وعملنا يا جماعه، يقول لك ما فيش، ما جالناش حاجه. امال هو كان مستخبي ليه؟ والله انا بقول لحضرتك هي دي القصه كلها، مش القصه في ان هو تقلق، ان هو قصه. يا جماعه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده من غير اي بطوله من غير النادي الاهلي وخاصه افريقيا ونادي الزمالك.
طبعا ملهاش قيمه. صحيح. ايه القيمه اللي هتروح متى بتقل؟ مش ملهاش قيمه ولا يعني حاجه. مع احترامي للوداد والترجي والفرق الكبيره وصن داونز اللي هي حازت قبل كده على بطوله، وشباب الجزائري شباب بلوزداد مريخ، وفي اللي خدوا الكونفدراليه في المغرب فرقه ايه؟ فرقه ايه اللي خدت؟ قطن ولا نهضه بركان؟ نهضه بركان خدت مرتين ورا بعض. صحيح. وبيراميدز لما كان ليها برضه ثورات وجولات لو كان فيه. بيراميدز وفيوتشر في مجموعه واحده في البطوله الكونفدراليه، الزمالك معاه الترجي، معاه ايضا المريخ السوداني، ومعاه شباب بلوزداد الجزائري. وانا بثق في اللعيب المصري كويس قوي، ولكن لو عاش وركز وبقت الحكايه تهمه، يعني انا هممني ان انا يفكر في الموضوع، ما يفكر يعني انا بتكلم ده للبيراميدز، وبتكلم احنا عندنا مؤسسه تقدر تبلغ الرسائل دي بلعيبه محترفين وخبرات يقدروا يمشوا على النهج ده. صحيح. لما في فرق تانية نادي الزمالك كذلك يعني، انما في فرق تانية لازم يبقى عندهم الطموح ده ان هو يكسب هذه، ان هو يبقى موجود في الحكايه. عموما نتمنى رب كل التوفيق للفرق المصريه في البطولات الافريقيه. كابتن شريف شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا. بشكرك، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف. ربنا يخليك. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس المونديال مع احمد ثابت ومحمد جمال هيكونوا معانا في كواليس المونديال، ولكن بعد هذا الفاصل.